قمة المناخ COP27. أنا من الناس اللي بتقول إن مصر، مش بقول بصراحة، هو الحقيقة والواقع بيقول إن مصر أول بلد بتفعل، خد بالك القمة لسه ما خلصتش، إحنا عندنا لحد يوم 18، مصر أول بلد بتفعل توصيات تنفيذية لقمة المناخ. أول بلد، يعني لسه القمة ما خلصتش وأنت بتشتغل على الضبعة، القمة ما خلصتش وأنت قاعد عمال بتشتغل على مسألة معالجة المية، أصلا كنت شغال عليها، لكن أنا بقول لك بتمضي مذكرات تنفيذية عشان المشاريع. طيب، هل المسألة مصر هنا يعني بس الحكومة في إطار المشروعات الضخمة، ولا كمان المدن والمحافظات بتاعتنا شغالة؟ هتشوف على سبيل المثال مثلا قنا. قنا محافظتنا الرائعة الجميلة في صعيد مصر الرائع والعظيم بالمناسبة، بتشارك في مؤتمر المناخ بإيه بقى؟ بحاجة اسمها مبادرة الزراعة بدون تربة. لو 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 أنا صح اللي في دماغي ده يبقى شيء رائع جدا. فأنا الأول أرحب بضيفنا العزيز سيادة المحافظ اللي هو أشرف الداودي محافظ قنا. أهلا بحضرتك يا فندم. يا أهلا بحضرتك يا فندم. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين، كله تمام. يعني ايه الزراعه بدون تربه يا فندم؟ الزراعه بدون تربه، هو طبعا العلماء بيقولوا ان مستقبل الزراعه هيبقى الزراعه بدون تربه، هي بتنقسم لثلاث انواع رئيسيه. نوع اسمه هيدروبونيك، وده بيبقى النبات جدره موجود في وسط مائي. ايوه. وفي النوع الثاني، وبالمناسبه النوع الاولاني ده اللي اكتشفه حدائق باب المعلقه سنه 560 قبل الميلاد، فده يعتبر اجدادنا العرب هم السبب يعني. عظيم. الجزء الثاني اللي هو الزراعة الإيروبونيك، وده بيبقى جدر النبات في الهواء، ودي اللي اكتشفها وكالة ناسا الفضاء، وبتعمل الأكل الطازة لرواد الفضاء في الفضاء من خلال هذه الزراعة. والنوع الثالث اللي هو الفوكبونيك، اللي هو بيبقى جدر النبات في الضباب، ودي فكرته بسيطة، بجهاز الترسونيك بيحول المية على البارد لضباب ويحطه في الجذور وفي المادة المغذية. احنا فينا اخترنا النوع الثاني اللي هو الإيروبونيك بتاع وكالة ناسا، وعملناه بإمكانيات محلية، وعملناه بنوهاو محلي. ادى ده ان تكلفته للزراعه دي موجوده بره، بس الشركات الكبيره بتستخدمها علشان معدتها غاليه جدا، لانه بيحتاج ترمبات هاي بريشر، بيحتاج فوكر هاي بريشر، فعشان كده بيبقى اسعارها غاليه. احنا عملناها بقى بفكر محلي وبامكانيات محليه، فقللت من سعرها شويه. الزراعه دي زراعه نظيفه صديقه للبيئه، الزراعه دي بتستهلك ميه 5-10% فقط مقارنه بالزراعه التقليديه. الزراعه دي ما بتحتاجش فيها، عشان هي في اماكن مغلقه في محميات او صوب، فما بتحتاجش مبيدات حشريه او فطريه، ولا بتقابل موضوع عفن الجذور. فالحقيقه بالاضافه طبعا لان هي بتجيب منتج ضعف المنتج، لان المساحه اللي بتزرع فيها النبات بالزراعه التقليديه نفس المساحه بتزرع فيها الضعف، بالاضافه ان هي مش محتاجه ارض زراعيه، هي نبات معلق في الهواء. طيب، ده كلام اكتر من رائع، وكده صحت ظنوني الايجابيه، لان انا ما كنتش مصدق ان احنا هنعمل ده عندنا هنا في مصر، فكويس قوي انه بيجرى في قنا. طب سؤال سياده المحافظ، احنا عاملين التجربه بتاعتنا في قنا على مساحه قد ايه؟ في عندنا كام صوبه مغطيه مساحه قد ايه من الارض؟ احنا الاول بدانا ببروتوتايب صغير، عشان طبعا الزراعه جديده علينا، وبقالنا حوالي سنتين بنعمل التجربه دي، ونجحت الحمد لله، وعملنا عده من المحاصيل كنظام تراي اند ايرور كده، او يعني بنجرب لحد ما اطمنا النظام يعني بقى كويس. حاليا عملنا ان شاء الله 10 صوبات، وبنبدا نجهزهم بهذه الزراعه ان شاء الله، وبعدين نبدا نتزود. يعني هي بدايه بس ان شاء الله هتبقى مش هتتوقف، هتستمر، وهي ان شاء الله من ضمن مبادره حياه كريمه. انت عارف طبعا المبادره العظيمه دي طبعا عملت يعني على الارض الواقع فعلا، غيرت حياه اهالينا في القرى وفي الكفور والنجوع. من ضمن الحاجات اللي في المبادره العظيمه دي، احنا فكرنا بالطريقه دي ان احنا عايزين نوفر تمكين اقتصادي لاهالينا، فلو قدرنا برضو من ضمن المشاريع الدوله اللي عاملاها كتير داخل القرى، ان احنا برضو نوفر برضو هذه النوع من الزراعه، نخلي ناسنا يبداوا يتعاملوا مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويحافظوا على مواردنا من المياه، وفي نفس الوقت يوفروا دخل ليهم شهري يخليهم يعيشوا حياه كريمه. فدي ان شاء الله بدايه، بس ان شاء الله يعني هنتوسع فيها ان شاء الله في الفترات القادمه. الانتاجيه بتاعتها يا فندم زيها زي الزراعه التقليديه في التربه، ولا الانتاجيه اعلى ولا اقل؟ بص حضرتك، الانتاجيه اولا يعني لو قلنا مثلا مساحه بتاخد مثلا 1500 شجره طماطم مثلا او خيار او نفس المساحه دي تاخد 3000، ليه؟ لان الجذر معلق في الهواء، فبالتالي مش محتاج المساحات الواسعه اللي هي 50 سم وال 35 سم،
ده بيحتاج مسافات اقل فبياخد ضعف العدد فده ضعف الانتاج. الحاجه الثانيه نفس النوع الزراعه دي دوره حياته اقل وبيحقق نسبه على بمعنى دوره الطماطم مثلا بتقعد 6 شهور في الارض، بالزراعه دي بتقعد 4 شهور ماكسيمم 5 وبتحقق الانتاج اللي مطلوب منها بل بزياده من 5 ل 10% كمان زياده. كويس قوي 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 في كل الحاجات هي انتاجيه احسن بكتير قوي من الزراعه التقليديه. كويس قوي، ربنا يوفقكم يا سياده اللواء في كل ما تقومون به وبالذات في هذا المشروع، ده مشروع عظيم جدا واتمنى انه يعمم في ارجاء الجمهوريه باذن الله. كل الشكر لحضرتك سياده اللواء المحافظ اشرف الداودي محافظ هنا.